يبحث اليوم في اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي عددا من القضايا الأمنية والاقتصادية. نتائج رسمية شبه نهائية تشير لفوز حزب الليكود برئاسة نتنياهو في انتخابات الكنيسة الإسرائيلية. وزير الخارجية يشارك اليوم في الاجتماع الوزاري الثلاثي المصري الجزائري الإيطالي في روما لبحث التوصل لحل للأزمة الليبية. منتصف النهار هنا في القاهرة، أهلا بكم مشاهدينا الكرام مع فترة إخبارية شاملة تأتيكم من قناة النيل للأخبار. أهلا بكم. عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة المهندس إبراهيم محلب لبحث الملفات السياسية والاقتصادية والأمنية وسبل مكافحة الإرهاب وتأمين الشارع المصري واستعراض نتائج مؤتمر مصر الاقتصادية. من المقرر أن يستعرض الاجتماع تقريرا حول توفير احتياجات المواطنين الأساسية ومنها اسطوانات البوتاجاز والمحروقات وكذلك الجهود المبذولة لتعديل بعض القوانين المتعلقة بالانتخابات البرلمانية. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف من مجلس الوزراء مراسل النيل أحمد أبو الحسن. أحمد، أهم اللقاءات المدرجة على أجندة رئيس مجلس الوزراء اليوم. بالفعل يعني منذ صباح هذا اليوم بدأ اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي لمناقشة العديد من الملفات وعلى رأسها الملف الاقتصادي وخاصة فيما يتعلق بالخدمات التي سوف يتم تقديمها للمواطنين وعلى رأسها أيضا توفير اسطوانات البوتاجاز التي تسعى الدولة جاهدة هذه الأيام لتوفيرها للتغلب على هذه الأزمة بشكل كامل. أيضا بالإضافة إلى الملف الأمني أيضا يتم مناقشته لتوفير الأمن بشكل مستمر في هذه المرحلة تحديدا، بالإضافة أيضا إلى أنه اليوم على افتتاح للمعرض عنوان ملتقى في حب مصر. هذا المعرض تشترك فيه من المقرر تضم حوالي 700 شركة عربية ومصرية لعرض المزيد وعديد من المنتجات فيما يهم المواطن المصري. أيضا هناك لقاءات عدة سوف يسفر عنها يعني نتولى عرض النتائج الخاصة بها، ولكن مع انتهاء هذا اليوم هذا يعني على أجندة السيد رئيس الوزراء اليوم. مقر مجلس الوزراء أحمد أبو الحسن مراسل النيل. نجدد لكم تحية مشاهدينا الكرام ومعكم نستكمل بقية أنبائنا. يفتتح رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب مع وزير التجارة والصناعة منير فخري عبد النور اليوم معرض القاهرة الدولي في دورته 48. يشارك في المعرض المقام بأرض المعارض بمدينة النصر تحت شعار ملتقى في حب مصر والذي يستمر حتى 27 من مارس الجاري 700 شركة مصرية وعربية وأجنبية من 11 دولة، ويتيح المعرض فرص الالتقاء برجال الأعمال وإبرام التعاقدات وعقد الصفقات التجارية والتعريف بالطاقات الإنتاجية والتصديرية بالإضافة إلى تنشيط حركة التجارة الداخلية. للمزيد من المتابعة انضم إلينا عبر الهاتف من أرض المعارض مراسلة قناة النيل للأخبار بسمة الشاعر. بسمة، كيف تبدو الصورة لديك قبيل افتتاح المعرض؟ أهلا بك. بالفعل نحن الآن في معرض القاهرة الدولي. المعرض هذا العام يشهد حالة من الانتعاش والرواج بسبب أجواء التفاؤل الشديدة بمؤتمر مصر المستقبل ونجاحه الذي يعني بالفعل نرى هنا الإقبال الشديد من الدول على أن وحرصة الدول على أن تشارك في هذا المعرض من أجل التبادل التجاري وتبادل المنتجات بين الدول. أيضا هناك دول حضرت للمرة الأولى مثل بنغلاديش، فقال لي سفير البنغلاديش أنه حرص أن يحضر هذا المؤتمر هذا المعرض بعد مؤتمر مصر الاقتصادي الذي شجع جميع الدول على الاستثمار في مصر وعلى المشاركة في مصر وعلى التبادل التجاري في مصر. أيضا حضر
وزير الزراعة الكيني هنا، وأيضا حضرت عديد من الدول، هم 11 دولة، وهو يعني يوجد عدد شركات 700 شركة عربية ومصرية وأجنبية حرصت على أن تحضر المعرض هذا العام. أيضا من المفترض مجيء السيد رئيس الوزراء محلب، ولكن بسبب كان هناك العديد من اللقاءات والاجتماعات تم تأخير الافتتاح حتى الواحدة ظهرا. نحن الآن في انتظار رئيس الوزراء محلب للمجيء، ويعني عن الحالة المواطنين هنا نرى أن المواطنين حرصوا على المجيء منذ اليوم الأول، فهناك بالفعل زحام شديد على البوابات ليروا كل ما هو جديد يقدمه المعرض هذا العام. أشكرك شكرا جزيلا بسمة الشاعر مراسلة قناة النيل الأخبار حيث انعقد معرض القاهرة الدولي. شدد وزير الخارجية سامح شكري على أن مصر تبذل جهودا كبيرة في مقاومة الإرهاب، مطالبا المجتمع الدولي بالاطلاع بمسؤولياته في مواجهة الإرهاب. تصريحات شكري جاءت خلال مباحثاته مع رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة سام كاهاياما كوتيسا. لقاء ثنائي جمع وزير الخارجية سامح شكري والرئيس الحالي للجمعية العامة للأمم المتحدة سام كوتيسا. قضايا تغير المناخ والتنمية المستدامة والدور المصري في تحقيق السلام في الشرق الأوسط كانت في مقدمة مباحثة الجانبين. وفي مؤتمر صحفي مشترك أعرب شكري عن ضرورة توفير آليات وضمانات لتنفيذ برامج التنمية في الشعوب الأكثر فقرا. توفير الآليات المناسبة لتمويل خطط وبرامج التنمية، وأيضا التحضير والمفاوضات الجارية حول اتفاقية تغير المناخ، ذلك بالإضافة إلى الإشراف على المفاوضات الجارية لإصلاح وتوسيع مجلس الأمن، إصلاح الأمم المتحدة وتوسيع مجلس الأمن. وفي كل هذه المواضع يتم من قبل رئاسة الجمعية العامة قيادة المجتمع الدولي للتوصل إلى نقاط توافقية. Very fruitful discussion with him, with His Excellency the President, with Sisi, and then continue. تشرفت بلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي. تناول اللقاء خطة الأمم المتحدة للتنمية لما بعد 2015 وكيفية مشاركة مصر في تنفيذها، وكذلك الترتيبات الخاصة بعقد قمة لتمويل المشروعات التنموية في يونيو المقبل بأديس أبابا. وبشأن مكافحة الإرهاب لا سيما في الدول المجاورة، المسؤول الأممي أدان ما قام به تنظيم داعش وما يقوم به من ذبح للأبرياء وكذلك الإرهاب الإلكتروني. أما وزير الخارجية فقد حذر من امتداد خطر الإرهاب للمجتمع الغربي نفسه. كان التوجه بأن الخطوة القادمة هي أوروبا، ومصر تبذل جهود كبيرة في مقاومة الإرهاب، سواء كان الإرهاب في سيناء من خلال تنظيم بيت المقدس أو الإرهاب الذي يتم على الأراضي المصرية بدفع وتخطيط من قبل الإخوان المسلمين. ناقشت مع السيد سامح شكري قضية مكافحة الإرهاب لا سيما الإرهاب الإلكتروني وظاهرة تجنيد المقاتلين الأجانب، وسنطرح هذا الأمر أمام الجمعية العامة بعد عودتي إلى نيويورك. تمكين المرأة العاملة والشباب في المجتمعات والتنسيق بين مصر والمنظمات العالمية في القضايا المشتركة ونشر مبادئ التجارة العادلة كانت ضمن الموضوعات المطروحة. وينتهي المؤتمر الصحفي برسالة مفادها أن مصر تطالب المجتمع الدولي بالاطلاع بمهامه لا سيما في محاربة الإرهاب وتحقيق الأهداف التنموية لشعوب العالم كافة. من وزارة الخارجية شريف رضوان، التلفزيون المصري. دعا الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف القوى التي راهنت على الجماعات الإرهابية في المنطقة أن تعيد النظر في مواقفها وأن تقف مع إرادة الشعوب الرافضة لهذا الإرهاب. تصريحات فضيلة الإمام الأكبر جاءت خلال استقباله وفدا من الملحقين العسكريين الأجانب، الذي جدد التأكيد على وقوف هذه الدول مع مصر في حربها ضد الإرهاب. أشاد وفد الملحقين العسكريين المعتمدين من دول عربية وإفريقية وأسيوية وأوروبية وأمريكية
بالدور الذي يمارسه الأزهر الشريف في نشر قيم الوسطية والاعتدال باعتباره منارة لنشر الفكر والثقافة والمعرفة في العالم. جاء ذلك خلال لقائهم بفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر بمقر المشيخة بالدراسة لتأكيد تضامن شعوبهم مع مصر في حربها ضد الإرهاب الذين سقطوا خلال الأحداث الإرهابية الأخيرة. وأكد الوفد العسكري رفيع المستوى أن ما يشهده العالم من تطرف وإرهاب يعمل تحت ستر الدين لتهديد أمن واستقرار الشعوب، وما يتطلبه ذلك من اصطفاف وتعاون جميع الدول من أجل التصدي لنزعات التشدد الفكري والعقائدي والانتصار للقيم الإنسانية والروحية واحترام الأديان. وأعربوا عن اعتزازهم بالأزهر الشريف باعتباره أحد الرموز الدينية المؤثرة في العالمين العربي والإسلامي وأهمية رسالته في تجديد لغة الخطاب الديني. من جانبه أكد فضيلة الإمام الأكبر أن مبادئ الدين الإسلامي الحنيف الذي بعث للبشرية بعيدا كل البعد عن هذه الممارسات التكفيرية والأعمال الإرهابية الإجرامية التي تستبيح دماء وأرواح الأبرياء وتتنافى مع نهج الإسلام الصحيح والقيم السامية للرسالات السماوية. قد أوضحنا لهذا الوفد كيف أن الأزهر له أجندة محددة وله بوصلة تضبط اتجاهه، وهو إقامة السلام ونشر السلام سواء على المستوى المحلي في مصر أو المستوى الإقليمي في العالم العربي وما حوله أو حتى بالنسبة للعالم. على مستوى العالم نحن أيضا دعاة سلام، ونبين للعالم أن ما يحدث من إرهاب أو القوى أيا كان عنوانه أو أيا كانت اللافتة التي يتقف تحتها هذه الجماعات المسلحة أو أيا كان هذا الاسم لا تعبر لا عن الإسلام ولا عن المسيحية ولا حتى عن اليهودية كدين، لأن هذه الأديان أديان إلهية. وكما أوضحت في لقائنا مع الملحقين العسكريين الأجانب أن هذه الأديان تقوم على محورين، على السلام وعلى المحبة، ومن المستحيل أن يتصارع السلام والمحبة في أي صور من صور أو من أشكال الصراع. تستأنف اليوم محكمة جناية القاهرة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي وعشرة متهمين من أعضاء جماعة الإخوان في قضية اتهامهم بالتخابر وتسريب وثائق تتعلق بالأمن القومي والقوات المسلحة المصرية وإفشائها إلى دولة قطر مع حظر النشر فيها. كان رئيس المحكمة قد أمر بأن تكون جلسة فض الأحراز سرية بمقتضى المادة رقم 268 من قانون الإجراءات الجنائية، وذلك حرصا على الأمن القومي. كما تضمن قرار المحكمة حظر النشر أو التسجيل أو الطبع أو النقل أو التصوير أو التعليق على تلك المستندات التي تتعلق بأحراز القضية، بالإضافة إلى تأجيل الاستماع إلى طلبات هيئة الدفاع لما بعد فض الأحراز. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا مباشرة من أكاديمية الشرطة مراسل النيل محمد علوي. محمد، بداية أهم ما دار خلال جلسة اليوم من خلال متابعتك. سحر، لم تبدأ محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين عماد عطية وأبو النصر عثمان محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وعشرة من المتهمين من بينهم أربعة غيابيا حتى الآن. سبب التأخير جاء نظرا للانتهاء من الاستعدادات داخل القاعة للانتهاء من وجود عرض للشاشات العرض التي ستقوم الهيئة الموقرة اليوم بمشاهدة محتويات وحدات التخزين. اليوم هو الجلسة السادسة في هذه المحاكمة. الجلسة الأولى جاءت للاستماع إلى أمر الإحالة، ثم بعد ذلك جاءت الجلسات الخمس في سرية كاملة فض الأحراز. اليوم ستقوم الهيئة الموقرة بمشاهدة محتويات وحدات التخزين، وننفرد لمشاهدي النيل بعض الوقت سيتم عرض لمحتويات وحدات التخزين، ثم ستقوم الهيئة الموقرة برفع الجلسة وعودة الجلسة سرية مرة أخرى، وذلك نظرا لأن يعني وحدات التخزين تحتوي على بعض الوثائق الهامة والتي لا يجب عرضها في وسائل الإعلام. إذن نحن في انتظار خروج المستشار محمد شيرين فهمي الذي جاء منذ الصباح الباكر. وصل أيضا جميع المتهمين وعلى رأسهم الرئيس المعزول محمد مرسي. التأجيل جاء نظرا
لاستعدادات القاعة بشاشات العرض. سيتم عرض بعض الفيديوهات الموجودة على وحدات التخزين، ثم بالتأكيد سترفع الجلسة وستبقى سرية أيضا هذه الجلسة في محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وعشرة من المتهمين. أشكرك زميل محمد علوي، مباشرة كنت معنا من أكاديمية الشرطة، شكرا لك. في شأن آخر، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو إنه يأمل بتشكيل حكومة جديدة خلال أسبوعين أو ثلاثة، وذلك بعد فوز حزب الليكود الذي يتزعمه بأغلبية المقاعد في انتخابات الكنيسة التي جرت مؤخرا. من جانبه أقر أقرب منافس لنتنياهو وهو زعيم لائحة الاتحاد الصهيوني ورئيس حزب العمل إسحاق هرتزوك أقر بفوز نتنياهو وقدم له التهنئة. على عكس التوقعات التي سبقت الانتخابات، بات رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو في موقع يسمح له بولاية هي الثالثة على التوالي والرابعة في تاريخه، وذلك بعدما تقدم حزب الليكود الذي يتزعمه في الانتخابات البرلمانية. وحسب نتائج شبه نهائية، حصد الليكود 29 مقعدا مقابل 24 لمنافسه الرئيسي لائحة الاتحاد الصهيوني ليسار الوسط بقيادة رئيس حزب العمل إسحاق هرتزوغ، وذلك من أصل 120 في الكنيست. نتنياهو الذي استبق هذه النتائج بإعلان فوزه قال إنه يأمل في تشكيل حكومة جديدة خلال أسبوعين أو ثلاثة، موضحا أنه تحدث مع قادة الأحزاب التي يرى أنها من الممكن أن تشكل جزءا من هذا الائتلاف. أما منافس نتنياهو الرئيسي إسحاق هرتزوغ فأقر بهزيمته أمامه وقدم له التهنئة. قبل دقائق قليلة تحدثت مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وهنأته على إنجازه وتمنيت له حظا طيبا. وبعد أن تعلن النتائج الرسمية للانتخابات ربما بحلول نهاية الأسبوع الحالي، سيكون أمام الرئيس الإسرائيلي رأوفين ريفالين 7 أيام لاختيار من سيكلفه بتشكيل الحكومة بشكل رسمي، وسيتعين على رئيس الوزراء الجديد معالجة العلاقات التي تدهورت مع الحليف الأمريكي ومواجهة الحملة الدبلوماسية الفلسطينية، وكذلك تلبية المطالب الأمنية والاقتصادية والاجتماعية التي تشغل الناخب الإسرائيلي في المقام الأول. وقد حصلت الأحزاب العربية في انتخابات الكنيسة على 13 مقعدا في أكبر حصة يحصل عليها عرب 48 في تاريخهم، الأمر الذي يضعهم أمام امتحان عن كيفية استثمار هذه القوة البرلمانية. هذه هي المرة الأولى التي تتقدم فيها الأحزاب العربية بقائمة واحدة إلى انتخابات الكنيسة منذ قيام إسرائيل عام 48. نتائج أولية لانتخابات الكنيسة في دورته العشرين تظهر تقدم المعسكر الصهيوني بفارق مقعد عن الليكود تارة، وتقدم الصهيوني تارة أخرى، لكن استطلاعات الرأي قاربت بنسبتها عدد مقاعد القائمة العربية المشتركة الذي من الممكن أن يزيد عن 13 مقعد، لتكون بذلك القائمة التي ستشكل وزنا سياسيا ضخما وتغير معالم الخريطة السياسية في إسرائيل. بطل هذا التحالف وصانع هذا التحالف هو شعبنا، شعبنا نادى ونحن لبينا النداء، وشعبنا اليوم لم يخلف وعده. نحن أردنا أن نكون القوة الثالثة فإذا بنا القوة الثالثة لأول مرة في حياتنا. نحن أردنا أن نذهب باليمين إلى المعارضة، ويبدو أن المفتاح الآن بيدنا نحن. هذا إنجاز تاريخي غير مسبوق أبدا. مدينة الناصرة إحدى أكبر المدن الفلسطينية في الداخل المحتل، والتي شهدت إقبالا للناخبين العرب للتصويت للقائمة المشتركة، قائمة حملت هموم الفلسطينيين في الداخل وجاءت نتيجة إفرازات سياسية وسياسات عنصرية إسرائيلية مهمتها الوطنية الحفاظ على الهوية الفلسطينية من تهويدها المتلاحق والتأثير على أي قرار سياسي سيتخذ في الحكومة المقبلة. نحن نريد لهذه الوحدة أن ترفع جهوزية الشارع للنضال في قضاياه الوطنية، في قضاياه القومية، وفي قضاياه اليومية، ونحن لا نفصل بين البعد اليومي والبعد الوطني. كل قضية يومية لها بعد وطني، لأن إسرائيل تريد إضعافنا. الناخب العربي والذي تطلع في تصويته للقائمة العربية المشتركة بشغف كونها ستشكل حزب المعارضة الأكبر في إسرائيل وستسعى لتحقيق حقوقه المدنية والاجتماعية والتعليمية والسياسية وستحافظ على الطابع العربي الفلسطيني في مدن الداخل المحتل.
كل سنوات العمل والنضال السياسي كانت من أجل إبقائنا وكانت من أجل محافظة على جذورنا ومحافظة على هويتنا في داخل هذا الوطن. إذا بيكون لنا 15 عضو راح يكون في تمثيل القائمة المشتركة بلجان زي أهم التربية التعليم. إلى حين ظهور النسب النهائية يبقى التعويل على القائمة العربية المشتركة بثقلها السياسي بإقصاء أحزاب طالما عارضت فكرة الدولة الفلسطينية. تقارب كبير بين المعسكر الصهيوني وحزب الليكود حسب النتائج الأولية للانتخابات، أما القائمة العربية فلم تخطئ استطلاعات الرأي في تقديراتها في حصولها على الأقل على 13 مقعد، قائمة من شأنها أن تحدث تغييرا سياسيا كبيرا في دولة الكنيست العشرين. ثروة شقرة من مدينة الناصرة المحتلة، النيل. وتبقى معنا ثروة شقرة مراسلة قناة النيل الأخبار على الهواء مباشرة من الناصرة. ثروة، نبدأ من حيث انتهيت في تقريرك الذي تابعناه منذ قليل. هذا النجاح الذي حققه العرب في الانتخابات الأخيرة، انتخابات الكنيست، إلى أي مدى من الممكن أن يمثل يعني أداة ضغط على بنيامين نتنياهو أو أداة لتحقيق طموح العرب في إسرائيل؟ نعم، دعني أبدأ بالمفاجأة الكبرى والتي حصل عليها حزب الليكود ب30 مقعد، وهذا يعني خطأ كبير لم تنتبه إليه استطلاعات الرأي والتي قالت البداية أن حزب المعسكر الصهيوني سيتقدم عن حزب الليكود بفارق مقعد 24 مقابل 23، وحسب النتائج الأولية التي ذكرناها بالتقرير أمس الساعة 10 مساء كانت تقول هناك تقارب كبير ما بين المعسكر الصهيوني بزعامة هيرتسوغ وتشافي ليفني ونتنياهو الذي يترأس حزب الليكود بفارق مقعد بنسبة 28 و27، ولكن النتيجة كانت اليوم وهي النتيجة الرسمية 30 مقعد لصالح حزب الليكود مقابل 24 مقعد لصالح المعسكر الصهيوني. هذا من شأنه أن يحدث تغيير كبير، خاصة أن الحكومة لربما واضحت المعالم وهي حكومة بنيامين نتنياهو بالتحالف مع الأحزاب الدينية التي ستشكل أكثر من 67 مقعد في الحكومة، وكما تعلمون الحكومة تتشكل بفارق 60+1 أي 60 مقعد بالإضافة إلى مقعد 61 وهما نصف أعضاء مقاعد الكنيسة 120. القائمة العربية المشتركة التي إلى هذه اللحظة يعني حافظت على عدد مقاعدها 13، يعني تحاول أن تكون قوة المعارضة الثانية بعد المعسكر الصهيوني الذي هو بطبيعة الحال سيكون حزب المعارضة أمام الليكود، ولن يستطيع أن يكون ضمن أي ائتلاف حكومي، ليس له أنصار في الائتلافات الحكومية التي تشكلت منها الكنيسة في دورته العشرين. القائمة العربية لن تدخل في أي تحالف مع أي أحد من الأحزاب الإسرائيلية كما أكد لنا رئيس القائمة المشتركة أيمن عودي اليوم، ويعني قال أنه سيكون هو عبارة عن قوة ضغط كبيرة جدا تضغط في أي قرار سياسي يمس القضية الفلسطينية، القدس عاصمة، أيضا القدس التي يعني ربما تحدث عنها نتنياهو كثيرا في أن تكون عاصمة لدولة إسرائيل، لا لعودة اللاجئين، لا لاستقلال دولة فلسطين وغيرها من اللاءات الكثيرة التي يرددها نتنياهو في خطاباته سواء كانت انتخابية أو غير انتخابية. أشكرك شكرا جزيلا ثروة شقرة مراسلة قناة النيل الأخبار من الأراضي الفلسطينية المحتلة وتحديدا من الناصر. يشارك وزير الخارجية سامح شكري اليوم في الاجتماع الوزاري الثلاثي المصري الجزائري الإيطالي الذي يعقد بالعاصمة روما. يأتي انعقاد الاجتماع الثلاثي في إطار التشاور بين الأطراف المعنية بحل الأزمة الليبية بهدف البحث عن حل شامل لها وسباحة الإرهاب الذي بات يهدد سلامة واستقرار دول الجوار الليبية. أفاد مصدر عسكري أمريكي أن الولايات المتحدة فقدت الاتصال بطائرة من دون طيار في سوريا دون أن يؤكد أن الطائرة أسقطتها الدفاعات الجوية السورية كما أوردت وكالة الأنباء السورية الرسمية. في غضون ذلك كشفت دراسة أمريكية أن عدد قتلى الصراعات الأكثر عنفا في العالم قفز بأكثر من 28% العام الماضي مقارنة مع عام 2013، وأن إراقة الدماء في سوريا كانت أسوأ من جميع الصراعات الأخرى للعام الثاني على التوالي. أوسع
في سابقة من نوعها فقدت واشنطن الاتصال بطائرات من دون طيار في سوريا بحسب مصدر عسكري أمريكي دون أن يؤكد أن الطائرة أسقطها الجيش السوري. من جانبها أعلنت وكالة الأنباء السورية الرسمية أن الدفاعات الجوية السورية أسقطت طائرة استطلاع أمريكية معادية كانت تحلق فوق منطقة اللاذقية في شمال غرب البلاد. أسقطت الدفاعات الجوية السورية طائرة استطلاع أمريكية معادية من نوع MQ-1 وذلك شمال اللاذقية. وتعد هذه هي المرة التي تعلن دمشق فيها إسقاط طائرة أمريكية في مجالها الجوي منذ أن بدأ التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الضربات الجوية على تنظيم داعش في سوريا منذ سبتمبر من عام 2014. وعلى الصعيد الدولي وحقوق الإنسان، كشفت دراسة أمريكية أن عدد قتل الصراعات الأكثر عنفا في العالم قفز بأكثر من 28% العام الماضي مقارنة مع عام 2013، وأن إراقة الدماء في سوريا كانت أسوأ من جميع الصراعات الأخرى للعام الثاني على التوالي. يأتي ذلك بينما أعلن محققون وقوائم بأسماء من قاعدة بياناتهم السرية بشأن ما يشتبه أنها جرائم حرب في سوريا على سلطات قضائية أوروبية. تلك الخطوة تهدف إلى تفادي مجلس الأمن الدولي بعد رفض روسيا والصين والتوجه إلى الجنائية الدولية لمحاسبة مرتكب عمليات القتل والتعذيب. وفي محاولة للتوصل إلى حل سياسي ينهي الأزمة السورية، استقبل وزير فرانك فالتر شتاينماير رئيس الائتلاف الوطني للمعارضة السورية والقوى الثورية خالد خوجا في برلين. بحث الجانبان خلال اللقاء تطورات الأوضاع في سوريا وعملية إقرار السلام تحت قيادة المبعوث الخاص للأمم المتحدة ديمتسورا، كما ناقش الأوضاع الإنسانية والمعيشية للسوريين سواء في الداخل السوري أو على مستوى اللاجئين لتحديد المعايير في عملية توزيع طالبي اللجوء السوريين في ألمانيا. كان رئيس الائتلاف الوطني للمعارضة السورية قد طرح خلال لقاءاته في برلين إلى جانب دعم المعارضة وتوحيدها والملفين الميداني والسياسي ملف الجوازات السورية ووثائق السفر المؤقتة التي يمكن أن تمنحها الأمم المتحدة للسوريين. وبانوراما النيل متواصلة معكم، وفيها بعد قليل استئناف المباحثات النووية بين طهران والقوى الدولية في لوزان في سويسرا. محلب يبحث اليوم في اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي عددا من القضايا الأمنية والاقتصادية. نتائج رسمية شبه نهائية تشير لفوز حزب الليكود برئاسة بنيامين نتنياهو في انتخابات الكنيست الإسرائيلية. وزير الخارجية يشارك اليوم في الاجتماع الوزاري المصري الجزائري الإيطالي في روما لبحث التوصل لحل للأزمة الليبية. نتحول الآن لمتابعة أخبار الاقتصاد. إلى زميل شهاب شعلان نتجه مباشرة، وهذه المتابعة الأهم وآخر أخبار المال والاقتصاد. أهلا بك شهاب. أهلا أحمد، أهلا سحر. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في وقفتنا الاقتصادية، وفيها بعد الفاصل. الإسكان تعلن أن التنفيذ الفعلي لمشروع العاصمة الجديدة سيبدأ خلال 3 أشهر، وتؤكد أن العمالة بالمشروع ستكون مصرية.
أعلنت وزارة الإسكان أن التنفيذ الفعلي لمشروع العاصمة الإدارية الجديدة التي تعتزم مصر إقامتها شرقي القاهرة سيبدأ خلال 3 شهور من الآن. وأوضح وزير الإسكان مصطفى مدبولي أن إعداد المخطط العام سيتم من خلال أحد بيوت الخبرة العالمية وفقا لأحدث النظم المتطورة. ولفت مدبولي إلى أن القوى العاملة في المشروع تصل إلى 350,000 عامل مع عدم سماح الدولة باستخدام عمالة أجنبية. وأضاف وزير الإسكان أن المرحلة الأولى سيتم تنفيذها على مساحة 135 كيلومترا مربعا من إجمالي 700 كيلومتر للمدينة بالكامل بتكلفة تقدر ب 45 مليار دولار. كشفت وزيرة التطوير الحضري والعشوائيات ليلى اسكندر عن توقيع بروتوكول مع وزارة المالية لتخصيص 25% من حصيلة الضرائب العقارية لتطوير العشوائيات في نطاق كل محافظة. وقدرت اسكندر الحصيلة بنحو 1 مليار جنيه في بداية العام، ما يعني زيادة معدلات التطوير في جميع المناطق ذات الأولوية، مشيرة إلى أن تطوير العشوائيات يشمل إحلال وتجديد المناطق المستهدفة إلى جانب إنشاء مناطق سكنية متكاملة المرافق والخدمات بديلة عن المناطق العشوائية الخطيرة. المال سجلت مؤشرات البورصة المصرية انخفاضا جماعيا لمؤشراتها خلال تعاملات اليوم. وفقد رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 3 مليارات جنيه لتصل إلى مستوى 521 مليارا و800 مليون جنيه. أكد منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة أن الحكومة تولي أهمية كبيرة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتحقيق النمو الاقتصادي المنشود. وأشار عبد النور خلال ملتقى ريادة الأعمال الذي نظمه الصندوق الاجتماعي للتنمية، أشار إلى أهمية التعاون المشترك بين الجهات الحكومية وغير الحكومية لمساعدة صغار المستثمرين. حول آليات تشجيع الاستثمارات المشتركة بين صغار المستثمرين في البلدان العربية ونظرائهم في العالم، نظم الصندوق الاجتماعي للتنمية بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة ملتقى ريادة الأعمال. لقد اتجهت العديد من الدول من دول العالم المتقدمة السعية لتحقيق تنمية مستدامة إلى تبني سياسات اقتصادية تعتمد على تمكين القطاع الخاص من القيام بدور أكبر في عملية التنمية وتشجيع وتحفيز المبادرات الذاتية لرواد الأعمال من خلال توفير بيئة ملائمة مشجعة لقطاع الأعمال لينمو ويزدهر. وهذا ما تسعى إليه دولنا في إطار استراتيجية عربية لتنويع اقتصاد بلدنا. نهتم كمجلس سيدات أعمال العرب في تمويل وتدريب المرأة العربية في المشاريع الصغيرة المتوسطة وحث الدول والحكومات العربية على دعم المرأة العربية. هنالك في مصر إن شاء الله احنا نقوم في مزرعة لتكون هي منتج للمرأة العربية. حلم المشروع الصغير للشباب والذي يراودهم دوما ويسعون لتحقيقه وسبل مساندتهم ودعم المشروعات منذ الإنشاء حتى النمو محوران فرض نفسهما على الملتقى. مساندة المنتج المشروعات الصغيرة المتوسطة شرط أساسي لإحداث التنمية. ثم الحقيقة التنمية ومساندة فكرة المشروع الصغير إنه مشروع كثيف العمالة، وبالتالي تنمية هذا المشروع يؤدي إلى مواجهة مشكلة البطالة. الملتقى أكد على بث روح ريادة الأعمال بين النساء والشباب من خلال تحسين دور المؤسسات الداعمة لريادة الأعمال في مجال الحصول على التمويل والتسويق والتوجيه والإرشاد لتنمية المشروعات. إذن هي منظومة مشتركة لدعم المشروعات المتناهية الصغر التي تساعد المرأة والشباب في المقام الأول، ولكل فيها دوره على حدة، دور يساعد على تنمية هذه المشروعات من خلال المناخ الملائم الذي يساعد على الاستثمار الجيد والعمل الحر. من مقر انعقاد المؤتمر، ولاء الحديني، النيل.
أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية خالد حنفي أنه سيتم طرح كميات كبيرة من السلع الغذائية وغير الغذائية بفروع المجمعات الاستهلاكية وشركتي الجملة بأسعار مخفضة خلال شهر رمضان المقبل. وقال حنفي إنه سيتم تكثيف المعروض من اللحوم من الأنواع كافة والسلع الخاصة بالشهر الكريم وتوفيرها بأسعار أقل عن الأسواق بنسبة كبيرة. من جهة أخرى، وعد وزير التموين بدراسة مد فترة نقاط الخبز بحيث تكون طوال الشهر بدلا من 10 أيام فقط بداية من كل شهر. إلى هنا مشاهدينا الكرام انتهت وقفتنا الاقتصادية، ولكن البانوراما ما زالت مستمرة مع سحر صبري وأحمد عتابي. شكرا جزيلا لك شهاب، ومشاهدينا معكم نستكمل بقية شاملة. النووية بين إيران والقوى الغربية في مدينة لوزان السويسرية في محاولة للتوصل إلى اتفاق سياسي مع نهاية المهلة المحددة بال31 من شهر مارس الحالي. وأعلن رئيس الوكالة الإيرانية للطاقة الذرية علي أكبر صالحي أنه تم الاتفاق على 90% من المسائل التقنية في المفاوضات مع وزير الطاقة الأمريكية أرنست مونيز، ولكن لا يزال هناك خلاف حول قضية رئيسة واحدة. كان البيت الأبيض قد أعلن أن الرئيس باراك أوباما يعتبر أن فرص التوصل إلى الاتفاق النووي مع إيران ما زالت 50% في أفضل الأحوال. تمكنت القوات الجوية الباكستانية من قتل 34 مسلحا على الأقل وإصابة العديد منهم في غارات شنتها في منطقة وادي تيراء. وأوضح الجيش الباكستاني أن الضربات استهدفت معسكرات تابعة لجماعتي عسكر الإسلام وتحريك طالبان باكستان، حيث تم خلال الغارات تدمير 8 مخابئ تابعة للمسلحين. تعد الضربات جزءا من العملية الجارية خيبر 2 ضد المتشددين الذين يختبئون في منطقة خيبر القبلية شمال غرب باكستان. قتل 7 مدنيين على الأقل وأصيب حوالي 40 آخرين في انفجار سيارة مفخخة بشكركا عاصمة ولاية هلمند جنوبي أفغانستان. وصرح نائب حاكم الولاية أن الانفجار وقع عندما فجر انتحاري شاحنته المفخخة قرب مجمع يسكن فيه حاكم ولاية هلمند ورئيس المجلس المحلي ونائب رئيس الشرطة. وتبنى المتحدث باسم حركة طالبان زويح الله مجاهد الهجوم على حسابه على موقع تويتر. وكانت القوات الأفغانية قد شنت الشهر الماضي عملية واسعة ضد معاقل حركة طالبان في جنوب البلاد بعد انسحاب القوات الدولية والأمريكية نهاية ديسمبر الماضي. في فرانكفورت أصيب شرطي خلال مظاهرات لمناهضين للإجراءات التقشفية بعد إدرامهم النار في سيارتين تابعتين للشرطة، ورشق المتظاهرون الشرطة بالحجارة حيث كانوا يسعون إلى محاصرة حفل افتتاح المقر الرئيسي للبنك المركزي الأوروبي الجديدة احتجاجا على دور البنك في الإشراف على جهود ترشيد الإنفاق وخفض الديون في البلدان المضطربة ماليا مثل اليونان. متابعتنا الإخبارية مستمرة معكم ضمن هذه الفترة الإخبارية الشاملة، نصل معكم إلى أهم ما لدينا من أنباء الرياضة. تفاصيل الأخبار مع الزميل محمد عاطف. محمد.